فهذه المناسبة فرصة لتفعيل نموذج التنموي الجهوي الرامي إلى وضع اللبنات الأساسية والوسائل الكفيلة لإرساء إطار جديد لتهيئة فضاءات عيش لائقة ومستدامة وآمنة، وذلك في إطار مقاربة ترابية تتماشى مع ورش الجهوية المتقدمة واللا تمركز الإداري الذي انخرطت فيه بلادنا. واعتبارا لكون التعمير والتخطيط الترابي هو بمثابة مؤهل وعامل حاسم لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وما لها من تأثير على مؤشرات العيش الكريم، فإننا اليوم مطالبون جميعا بالإسهام بقوة في بلورة استراتيجيات جديدة في أفق تعزيز وتحسين مجالات العيش سواء كانت حضرية أو قروية والارتقاء بها. القطيعة مع الممارسات التقليدية للتخطيط والحكمة الترابية وتبني مقاربات مبتكرة تضمن التناسق بين عمليتي التخطيط والتدبير. إرساء مبادئ للتخطيط مبتكرة وقادرة على ترسيخ الاستدامة واليقظة المجالي عبر إحداث فرص جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وضمان ديناميته مع قابلية التنفيذ في إطار تدابير مرنة ومحفزة. وجوب التحلي بالجرأة والشجاعة لتحفيز التفكير لتخطيط حضاري يضمن تنويع توفير العرض السكني وضمان تجويد إنتاجي وملائمته للساكنة في إطار كفيل بتوفير مرافق وبنية تحتية عصرية وآمنة وسهلة الولوج. تقليص الفاتورة الطاقية في البنايات والمنشآت الجديدة، وذلك بتحفيز استعمال الطاقات المتجددة والمواد الصديقة للبيئة وإعادة تصميم مواد البناء المستعملة. تعزيز دور الإدارة المواطنة بتبسيط المساطر والإجراءات وتكريس ورش تدبير اللامادي للمساطر المتعلقة بالتعمير لتذليل إكراهات ومواكبة المستثمرين. إرساء حكمة ترابية تتماشى والخصوصية الفلاحية والطبيعية للجهة. اليوم الجماعات المحلية والجماعات الترابية بمختلف مستوياتها كجهة مجالس العمالات والجماعات القروية والحضرية يجب كذلك أن تساهم في تسهيل مهمة الولوج والحصول على الوثائق. النقطة الثانية، لماذا لا المساهمة على مستوى رخص من أجل تخفيف التكلفة الحصول على رخصة أو تكلفة الحصول على البيرمي دابيتي رخصة. إذا الجماعات المحلية هي واحد المجال الذي يمكن أن نجد فيه بعض نبلور فيه بعض المساطر لتسهيل هذا المستوى. كذلك المجال على مستوى المدن، اليوم الخاصية المدن أصبحنا نفتقدها. مجموعة من المدن اللي كان أصبحت بنايتها لا ليست طبيعية، ليست ابنة البيئة. هذيك مثلا أصبح هناك بعض أنواع من البنايات التي تزعج المحيط والمجال، ومن أجل تصحيح هذا الوضع تكون التكلفة غالية بالنسبة للميزانية العمومية. مشاركتنا اليوم كهيئة مهنية في هذا الحوار الاجتماعي الجهوي، في هذا الحوار المتعلق بالحوار الوطني للتعمير والإسكان، يأتي تفعيلا لدورنا كقوة اقتراحية، وكذلك لنساهم في وضع الأسس جديدة ومتجددة لتخطيط عمراني جديد. هذا النقاش الذي نطمح إلى المشاركة فيه بطريقة واقعية وصريحة، نأمل من خلاله أن نصل إلى الأهداف المنشودة، ألا وهي تبسيط المساطر وتسهيلها والنجاعة في إحداث وثائق التعمير والحصول على رخصها، وكذلك التقليل من عدد المتدخلين فيها قصد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار حتى نصل إلى هدفنا جميعا كمواطنين، ألا هو مدنا وفضاءات عيش لائقة ومستدامة.